شهر جديد وألعاب جديدة ومن أقوى أشهر السنة نوفمبر، خلنا نعلمكم إيش اللي جاي في الطريق. The Quiet Man، نبدأ شهر نوفمبر مع لعبة من شركة سكويرينكس وفريق التطوير Human Head Studios، تصدر رقميا للبلايستيشن 4 والبي سي، وتقدم لنا لعبة أكشن ومغامرات جديدة مع بطل صامست وهو أبكم في الأصل. اللعبة كشفوا عنها بمعرض E3 الماضي، والشيء الجيد أنه ما راح تنتظر كثير عشان تلعبها. اللعبة انكشف عنها فجأة وأعلنوا عن موعد الإصدار بسرعة، ومثل شخصية اللعبة لا زالت اللعبة غامضة وما في معلومات كثير عنها. تصدر اللعبة في تاريخ 1 نوفمبر 2018 على أجهزة بي سي وبلاي ستيشن 4. تايكو نو تاتسوجن درام سيشن، سلسلة ألعاب الطبل اليابانية تايكو نو تاتسوجن من شركة بانداي نامكو تصدر من سنوات طويلة، لكن نادر جدا أنها تصدر في الغرب. وهالمرة راح يصدر جزئين مختلفين، واحد للبلاي ستيشن 4 والثاني للنتندو سويتش، وكل لعبة لها موسيقى مختلفة عن الثانية. ونسخة السويتش فيها موسيقى ألعاب نتندو المشهورة مثل سبلاتون وتدعم اللعب الحركي. تصدر اللعبة في تاريخ 2 نوفمبر 2018 على أجهزة سويتش وبلاي ستيشن 4. ديراسين، فريق التطوير فورم سوفتوير اللي قدم لنا لعبة سلسلة دارك سولز، يتعاون مع استديوهات سوني اليابانية لتطوير لعبة VR. من خلال اللعبة راح تلعب دور روح تحاول تساعد بنت في حياتها. اللعبة مختلفة بأسلوبها وتقدم تجربة مختلفة للواقع الافتراضي. تصدر اللعبة في 6 نوفمبر 2018 على البلاي ستيشن 4 حصريا. تيتريس إفكت، لعبة تيتريس المشهورة تحصل على نسخة جديدة، ويعمل عليها المصمم المعروف تيتسويا ميزوغيشي اللي كان سابقا في شركة سيجا وقدم لنا ألعاب رائعة مثل رز ولومينس. اللعبة من تطوير استوديوهات إنهانس جيمز، بتقدم لنا نفس أسلوب اللعب المعتاد لكن بأطوار جديدة وأفكار مختلفة. تصدر اللعبة في 9 نوفمبر 2018 بشكل حصري على البلايستيشن 4. هيتمان 2، سلسلة التجسس والاغتيال المشهورة هيتمان ترجع لنا هذا الشهر بجزء جديد، ويعتبر أول جزء يتم تطويره من الفريق IO Interactive بعد خروج من شركة سكوير إينكس. اللعبة بتواصل قصة الجزء السابق وكيف أن العميل 47 يحاول يكتشف ماضي ويطارد أحد المنظمات. وهالمرة اللعبة بتقدم 6 مهمات مختلفة في 6 مدن حول العالم. تصدر اللعبة في تاريخ 13 نوفمبر 2018 على البي سي والبلايستيشن 4 والإكس بوكس 1. سبايرو ري إغنايتد تريلوجي، التنين سبايرو يرجع لنا وأخيرا بريميك للأجزاء الثلاثة الأولى اللي صدرت على جهاز بلايستيشن 1. الريميك يقدم رسوم جديدة مناسبة للجيل الحالي، والفريق المطور لهذا الريميك هو تويز فور بوب. والخبر الجديد أن اللعبة راح تجي مدبلجة بشكل كامل باللغة العربية. تصدر اللعبة في 13 نوفمبر 2018 على البي سي والبلايستيشن 4 والإكس بوكس 1. فولاوت 76، سلسلة فولاوت من شركة بثيستا ترجع لنا بجزء جديد هالشهر، مع تركيز بشكل كامل على الأونلاين وقصة هالجزء قبل أحداث الأجزاء السابقة. والأول مرة في السلسلة تقدر تلعب اللعبة من فريق من 3 لاعبين إضافيين. عالم اللعبة بيكون أكبر بأربع أضعاف من عالم الجزء الرابع، وهي أكيد واحدة من أهم إصدارات شهر نوفمبر. تصدر اللعبة في 14 نوفمبر على البي سي وبلايستيشن 4 وإكس بوكس 1. بوكيمون ليتس جو إيف وليتس جو بيكاتشو، لعبة بوكيمون غنية عن التعريف، والأول مرة راح تصدر على جهاز نينتندو سويتش، وبريميك للعبة بوكيمون يلو الكلاسيكية، وراح يكون فيها عناصر من لعبة بوكيمون جول موجودة على الجوالات في طريقة صيد البوكيمونات، يعني بدل القتال راح ترمي الكرات عشان تصيدهم. اللعبة هي لعبة RPG وراح تجي بنسختين كالعادة. وما ننسى أن النسخة الجاية يكون موعدنا مع الجزء الرئيسي الجديد من السلسلة، وهذه اللعبة تعتبر تصويرة. تصدر اللعبة في 16 نوفمبر بشكل حصري على نينتندو سويتش. Battlefield 5، سلسلة باتل فيلد المشهورة من شركة EA وفريق التطوير دايس ترجع لنا بجزء جديد هالشهر، واللي راح يقدم لنا قصص خلال الحرب العالمية الثانية. اللعبة جاها انتقاد كبير بسبب انه ما كان في مصداقية في الاحداث بسبب ظهور جندية بدور البطولة، وهالشي ما اعجب كثير من اللاعبين. كان من المقرر انها تنزل في شهر اكتوبر ولكن تم تأجيلها الى نوفمبر، واكيد اللعبة من اهم اصدارات الشهر وتصدر في 20 نوفمبر 2018 على البي سي بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1. آخر لعبة معنا هالشهر هي الجزء الثالث من سلسلة Darksiders Darksiders 3. بعد إفلاس شركة THQ ما كان في أحد يتوقع أن السلسلة بترجع، لكن شركة النشر Nordic Games حصلت على حقوق العنوان، وبعدها تم افتتاح فريق تطوير جديد في أغلب مطورين الأجزاء الأولى باسم Gunfire Games، والآن راح نحصل على الجزء الثالث من السلسلة أخيرا. هذه المرة راح نلعب دور شخصية فيوري إخت وار وديث أبطال الأجزاء الأولى، وحداث اللعبة راح تكون في نفس فترة الأجزاء السابقة. تصدر اللعبة في 27 نوفمبر على البي سي وبلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1. هذه كانت ألعاب شهر نوفمبر، ونشوفكم بإذن الله في الفيديو القادم اللي نقول لكم فيه ألعاب شهر ديسمبر اللي بعده. مع السلامة.